السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على ايه الاختلافات ما بين الداتا وير هاوس والاوبريشنال دي بي او الترانزاكشن دي بي. احنا المصطلح ده عشان بس احسن بيحصل لخبطه مني وانا بتكلم، لما بقول ترانزاكشن دي بي او اوبريشنال دي بي كل دول مقصود بيهم نورمال داتا بيزس او الار دي بي ام اس. اوكي طيب ماشي. اول حاجة نيجي نتكلم على الفروقات، واحنا هنا لما نقول فروقات بشكل عام، يعني حاولت اختصر الفيديو ده واختصر ان هو يبقى وان سلايد عشان نقدر نلخص الموضوع. اول حاجة لو بنتكلم على الفروقات الماتريكس بتاعتنا، اول حاجة هو الفوليوم. طبعا الموضوع ده احنا هو مش دقيق قوي، مش 100%، بس بنقول اون افريج يعني معظم الداتا بيز بالشكل ده. فبنتكلم الفوليوم، بنتكلم ان غالبا الترانزكشنال دي بي بتبقى مثلا بتشيل جيجا بايتس او تيرا بايتس، بس في الداتا وير هاوس تيرا بايتس لبيتا بايتس. هنتكلم على حجم الداتا اللي بتشيلها الستورج او الداتا بيز انجن. طيب نيجي نتكلم على الهيستوريكال از ماتريكس. دلوقتي بنتكلم على الترانزكشن دي بي في الغالب بتبقى لونج شورت تيرم. معناها ايه؟ انا عندي داتا بيز دي شغاله از باك اند ستورج للسي ار ام سيستم. في الغالب الداتا بيز دي بعد سنه سنتين ثلاثه بتبدا خلاص يقول لك احنا عايزين اركايف، عايزين نخف الداتا، عايزين نشيل الهيستوري. فمينلي بيبقى ترانزكشنال دي بي بتبقى شورت تيرم، بس في كيس الداتا هاوس لونج تيرم. يعني في دي داتا هاوس بتبقى سنين، 10 سنين، 15 سنه، ايا كان دي تبقى، وده سبب من الاسباب ان هي بتشيل داتا بيز اكتر، بتشيل فوليوم اكتر للداتا. طيب برضه من حيث الروز، لو بنتكلم على الروز، انا هنا كنت عايز احط 100 مليون بس انا حطيت 1000 مليون اللي هي 1 بليون. بتكلم ان اون افريج الترانزكشنال دي بي بتبقى فيها عدد الروز في التيبلز، يعني بتبقى ما بتزيدش عن 100 مليون 1 بليون ريكورد. في ممكن يروح اكتر بس مش في كل الكيسز. بس لو بنتكلم على الداتا وير هاوس تبقى بليونز اكتر من هاف تريليونز وات ايفر، يعني بيبقى عندنا بتشيل روز اكتر. طيب الاورينتيشن، وهنا عايزين نشرح يعني ايه اورينتيشن المقصود بيها في الحته. ان اورينتيشن ليها معاني كتير، بس في السطر ده مقصود بايه؟ مقصود بيه البيربوس بتاعتها. يعني الترانزكشن دي بي غالبا بتبقى باك اند للبرودكت، هي مثلا باك اند بتاع السي ار ام، هي باك اند بتاع الويب سايت بتاعنا، هي الباك اند بتاع الموبايل ابلكيشن بتاعنا. ده مقصود بالاورينتيشن. لكن الداتا وير هاوس تبقى مقصود بيها هنا سبجكت او مالتي برودكت، مقصود بيها ايه؟ الداتا هاوس سنترلايز، بيجي فيها كل البرودكت بتاعت الشركه بتاعتنا. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان الداتا وير هاوس مش بتبني، يعني مثلا ما عنديش موبايل ابلكيشن فبجيب داتا وير هاوس بتغطي الموضوع ده. الداتا وير هاوس مقصود بيها ككونسبت هنا ان هي بتبقى سنترلايز لكل حاجه. طيب لما بنيجي نتكلم هنا البيزنس يونت، البيزنس يونت عشان هي بتبقى في ترانزاكشن دي بي هي بتبقى للبرودكت، تبقى غالبا بزنس تيم او برودكت تيم. لكن الداتا وير هاوس تبقى مالتي اورجانيزيشن يونت، يعني بيبقى مثلا بزنس على ماركتنج، اكتر من تيم بيستخدموا الداتا وير هاوس. طيب النورماليزيشن، انا يعني بشرح حاجه، يعني بقول ماتريكس انا ما شرحتوش لسه، بس يعني خلينا نقول ان النورماليزيشن او النورماليزيشن خلينا نقول ان هو جزء من الداتا بيز ديزاين او الداتا موديل ديزاين، بس عشان لسه ما شرحتوش ده هنت عنه. فانا بنقول ان النورماليزيشن، ان كجزء نورماليزيشن هنا في الترانزكشن دي بي تبقى نورمالايز، او تبقى في الغالب تبقى نورمالايز. في الداتا وير هاوس ما بتفرقش، وفي اغلب الكيس بيبقى دي نورمالايز، بيبقى كويس مش عايزين نورمالايز اصلا. طيب الداتا موديل في غالبيه الترانزكشن دي بي بتبقى ريليشنال موديل، او بتبقى الداتا ريليشنال، بس في الداتا وير هاوس في الغالب بتبقى حاجه اسمها ستار سكيما وهنشرحها بعدين، او مالتي فاكتس او مالتي دايمنشن. بس احنا هنا انا عارف ان الجزء ما شرحناهوش لسه، هنشرحه قدام، بس بنقول كفروقات وهنرجع له تاني بعدين. طيب الانتليجنس، احنا هنا الانتليجنس هنا مقصود بيها ان جنرال، لان ممكن الترانزكشن دي بي مثلا دي تقوم عليه اكتر من بيربوس. بس احنا بنتكلم الانتليجنس هنا في الترانزكشن دي بي تبقى ريبورتنج، يعني مثلا بنريبورت السيلز بتاعتنا عامله ازاي. لكن في الداتا وير هاوس البيربوس مش بيبقى ريبورتنج بس، بتبقى مثلا ادفانسد اناليتكس، بيبقى في ماشين ليرننج، بيبقى حتى الريبورتنج اللي عليها مش بيبقى على برودكت، بيبقى اكتر من يونت او اكتر من برودكت عندنا الشركه. طيب في اخر حاجه برضو، اخر نقطه بنتكلم عليها النهارده هي اليوز كيسز. اليوز كيسز في الغالب بيبقى في الترانزكشن دي بتبقى انا عندي برودكت عايز بيحتاج باك اند
يكون بيسبورت الترانزاكشن ترانزاكشن ترانزاكشن ستيتمنتس. اوكي طب هنا نقطه مهمه جدا، الداتا وير هاوس ما بيسبورتش الاونلاين ترانزاكشن ماشي. فلما انا عندي برودكت مثلا، عندي ويب سايت، خلينا نقول مثلا ويب سايت اونلاين مثلا شوبينج زي امازون افتر مثلا مثال يعني حلو. فانا عندي ويب سايت ده، انا عايز بعمل ابديت، بعمل سيلكت، بعمل انسيرت، حاجات زي كده اونلاين، خبك اونلاين ترانزاكشن. لو هنا استخدمت داتا وير هاوس هتفشل، ما ينفعش داتا وير هاوس ما بتسبورتش حاجه زي كده ماشي. لكن الداتا وير هاوس مش معموله عشان تسبورت اونلاين، هي يعني شغاله عشان تبقى سنترلايز ستورج وتريبورت من عليها او تعمل اناليتكس من عليها. فهنا حد يقول لي طب هل ده معناها ان دي عيب في الداتا؟ لا، هي بيربوس. لكن انا مثلا يبقى عندي ويب سايت او موبايل ابلكيشن، موبايل ابلكيشن ده هو لباك اند بيتسبورت اونلاين ترانزاكشن، طب الداتا وير هاوس هتفشل. طيب دي نقطة يحضرني مثال مهم جدا، ان في ناس مثلا، تناخد هدوب مثال يعني، في ناس بتحاول تستخدم هدوب ان يبقى اونلاين ترانزاكشن، فبالتالي اللي يحصل يفشل. دلوقتي حاليا في ناس بتحاول بقى تروح الترناتيف، تستخدم حاجة داتابيز تبع يعني اوفر هدوب سبورت الكلام ده هو. بس انا بتكلم على البيربوس، لو الناس مش فاهمة ان مثلا هدوب او البلاتفورم مثلا داتا وير هاوس ما بتسبورتش اونلاين، ممكن تستخدم حاجة في يوز كيس غلط. اتمنى الحته تكون واضحه. احنا هناخد اكزامبلز اكتر قدام، هنشرح نورماليزيشن قدام، هنشرح داتا موديل قدام. فانا قلت كام نقطه ما شرحناهاش لسه، بس هنخش ان ديتيلز في قدام، فان شاء الله هيبقى في توضيح اكتر. بس اتمنى الفيديو ده يكون وضح الفروقات ان جنرال ما بين الترانزاكشن دي بي والداتا وير هاوس. ايه اليوز كيس اللي بنستخدم فيها الداتا وير هاوس، واليوز كيس اللي بنستخدم فيها ترانزاكشن دي بي بشكل سمبليفايد؟ لسه هناخد براكتيكال اكزامبل، بس لسه الفيديو اللي بعد كده. طيب فانا تخيلنا كده النهارده ان معانا بازل، بازل مكونه من 9 بلوكس 9 بلوكس، فليه بيتكون شكل الاليفنت او وحيد القرن ده. طيب الترانزاكشن دي بي هي مميزه ان انت لو عندك بلوكس صغيره بتجمعها مع بعض بسرعه وما عندكش بلوكس كتير، تقدر انت تحطها في ترانزاكشن دي بي. طيب لو انا عندنا احنا الترانزاكشن دي بي ادفانسد سنه مثلا، ممكن تكون لك واحد زي ده تشيب باترول مثلا، بازل مكونه مش عارف 28 قطعه تقريبا حاجه زي كده. فهل الترانزاكشن دي ما تقدرش تبني حاجه زي كده؟ لا تقدر، وهتبنيها بشكل كويس، ان هي بتبص على برسبكتيف واحد، برودكت واحد بتبنيه وشغاله بالشكل ده. طيب امتى هيبقى عندنا النيدز ان احنا نروح لداتا وير هاوس؟ تعال ناخد اكزامبل لي مارفل. هنا تخيل ان احنا عندنا شركه زي مارفل بتبني برودكتس كتيره. تعال ناخد مثلا اكزامبل للبرودكتس اهيت، هي حاجه زي كده، عندنا هالك، عندنا سبايدر مان، عندنا مش عارف ايه تاني، ايا كان، ايرون مان. دي كده عندك برودكتس كتيره، كل برودكت لوحده تخيله هو سمول بازل. طيب تعالوا نركز كده مع بعض، تعالوا نتخيل ان عندنا هالك هو بازل لوحده، وعندنا سبايدر مان هو بازل لوحده، وعندنا ايرون مان هو بازل لوحده، كل واحد من دول هو بازل لوحده. بس تخيل بقى انك انت بتبني بازل زي ده 1000 قطعه ماشي، عشان تكون صوره كبيره جدا للشركه. تخيل بقى ان الشركه اللي بتريبورت، تخيل بقى مثلا عندك مارفل دي بتريبورت معلومات عن كل بازل من دول. تعال نركز مع بعض، عندنا اكتر من برودكت، كل برودكت من دول بيمثل تيم، يعني تخيل في تيم مسؤول عن تطوير وتشغيل هالك، تيم تاني مسؤول عن تطوير وتشغيل ايرون مان، تيم تالت مسؤول عن تشغيل وتركيب سبايدر مان. كل تيم بيربط الشغل بتاعه، بيحسن الشغل بتاعه، بيبني الشغل بتاعه. بس الشركه مش عايزه ده، الشركه عايزه تشوف الصوره الكامله عشان تشوف هل هنطور في سبايدر مان، هنعمل سيزون جديد، هنبني سيزون فيه كله زي السيزون الاخير، ايا كان. فهو هي دي اليوز كيس اللي الناس بتستخدم فيها الداتا وير هاوس. ده كان فيديو بسيط، احنا بس نحاول نبسط المعلومه. اليوز كيس بتاع الموضوع ده هوت هنتكلم فيه كمان فيديوهين بالظبط، هنشرح يوز كيس براكتيكال، امتى الشركات تستخدم داتا وير هاوس، امتى تشتغل، وامتى تستخدم ترانزاكشن دي بي. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، وهنكمل ان شاء الله على التايبس اوف داتا وير هاوس. السلام عليكم.